وصول موكب سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بحضور سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ويرافق موكب سيدي جلالة الملك المعظم كوكبة من خيالة الشرطة إلى موقع الاحتفال بمركز عيسى الثقافي الذي سيشهد افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب في مشهد استثنائي يعكس مضي مملكة البحرين قدما بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله نحو المزيد من التطور والرخاء والازدهار.